نستهل جولتنا عبر اهتمامات الصحف في أمريكا الجنوبية من الأرجنتين، حيث ذكرت صحيفة كلارين أن نيكاراغوا تحدت الأرجنتين بإعلانها أن أبوابها ستظل مفتوحة على الدوام في وجه نائب الرئيس الإيراني والمتهم في الهجوم على المركز اليهودي في بوينوس آيرس. وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى كلمة سفير نيكاراغوا لدى منظمة الدول الأمريكية، والذي أكد أن نيكاراغوا ستبقى حرة في استقبال من تريد، وأن محسن رضائي الذي مثل بلاده في حفل تنصيب الرئيس دانيال أورتيغا ستبقى الأبواب دائما مفتوحة في وجهه. وفي البرازيل أفادت صحيفة أوغلوبو بأن الرئيس السابق لولا دا سيلفا والمرشح الأفضل للانتخابات الرئاسية في أكتوبر دافع عن حاكم ساو باولو السابق خيرالدو ألكامين باعتباره حليفا ونائبا على الأرجح. وقال الرئيس اليساري السابق عن حزب العمال في تصريحات نقلتها الصحيفة: لا مشكلة لدي إذا اضطررت للتعامل مع ألكامين للفوز بالانتخابات وحكم هذا البلد. وفي بيرو ذكرت صحيفة بيرو بنتي أونو أن الحكومة تواجه أزمة بيئية بعد تسرب النفط في البحر قبالة سواحل البلد. وأعربت رئيسة الوزراء مارتا باسكس عن قلقها لأن البقعة النفطية وصلت إلى حجم كبير نسبيا، وطالبت الشركة المسؤولة باتخاذ إجراءات طارئة لإصلاح الأضرار واستعادة الوقود.